نظمت مؤسسة حياة كريمة في محافظة المنيا احتفالية لتسليم مشروعات تنموية صغيرة تحت عنوان بيتك عمران ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي. تشمل المشروعات التنموية 69 مشروعاً صغيراً، حيث يتم تسليم المستفيدين قروضاً بدون فائدة بقيمة إجمالية 30,000 جنيه للمشروع الواحد، منها 15,000 جنيه منحة لا ترد و 15,000 ترد بلا فائدة. تسليم 70 مشروع للأسر الأكثر احتياجا بمراكز المنيا كمرحلة أولى إن شاء الله، وفي مرحلة تانية إن شاء الله في فترة قريبة. طبعا المشروعات دي عبارة عن مشروعات مهنية ومشروعات تجارة حسب الحالة أو الحالة بتشتغل فيه، ويتم تمويل المشروع بتاعها حسب احتياجها بمبلغ 30,000 جنيه كقرض حسن. وبعد كده ان شاء الله بيتم متابعه مؤسسه حياه كريمه من الهرمون والمحافظه لفتره عامين. البروتوكول في بيتك عمران بين حياه كريمه وجمعيه الهرمون النهارده اليوم تم تسليم 69 مشروع بمبلغ 30,000 جنيه. مجزئين هيستلموا اول دفعه 15,000 جنيه في حاله النجاح للمشروع وتنميه المشروع الصغيره، هياخد المنحه الثانيه 15,000 جنيه لا ترد. تم اختيار المشاريع على مشاريع حرفية للمرأة المعيلة، تم الفئة المستهدفة بين المشروعات الأرملة المطلقة، زوجة المسجون، زوجة المعاق، دي الفئة الرئيسية اللي احنا بنساعدهم على رفع مستوى الكفاءة لسد احتياجاتهم وسد مرحلة الاكتفاء الذاتي للمشاريع في بعض المراكز. وخلال شهر بإذن الله هيتم تسليم كافة المشروعات الصغيرة والأكشاك المسلمة للأسر أكثر احتياجا خلال شهر بإذن الله من النهاردة. احنا كلنا جايين داعمين يعني جميع الأسر والأهل الموجودين، ودايما بندعمهم من خلال وجود مشروعات صغيرة مع حياة كريمة ومؤسسة الأرمان.